مرحبا بكم مستمعينا الكرام لمن حلقة جديدة من برنامجكم ضيف المعهد. ضيف المعهد اليوم يستضيف قيادية من القيادات الشابة لحزب العدالة والتنمية والأمينة الجهوية للحزب بجهة الدار البيضاء ستات، إضافة لكونه نائبا برلمانيا ورئيسا لمقاطعة المعريف، وإضافة إلى أنه النائب الأول لعمدة الدار البيضاء. السيد عبد الصمد حيكر، مرحبا بكم بالمعهد العالي للصحافة والتصوير. أهلا وسهلا، أنا سعيد بهذه هذا اللقاء. أولا سعد الصمد حيكر، للتقديم فرضينا تعدد المهام والقبعات لكم، كيف تستطيعون المزاوجة ما بين هذه المهام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا مرة أخرى كنشكر طلبة المعهد على هذه الاستضافة وعلى هذا الحوار. وأولا هذا تعدد المهام أولا ما جاش بطلب مني شخصيا، وإنما هو بغيت تقول جات الأمور جات تباعا. أنا قبل أن أكون يعني منتخب كنت مسؤول ديال الحزب منذ سنة 2012 تم انتخابي ككاتب جهوي للحزب العدالة والتنمية في جهة ديال الدار البيضاء الكبرى، ما كان يعرف الدار البيضاء الكبرى. وعاود في سنة 2014 2015 لما صدر المرسوم المتعلق بتقسيم الجهات الجهوي الجديد، طبيعة الحال الحزب ديالنا كان سباق باش يدير الملائمة ديال التقسيم التنظيمي ديالو مع التقسيم الإداري للمملكة. فعملنا واحد مؤتمر استثنائي وعاود تم انتخابي كاتب جهوي جديد للجهة الجديدة. طبيعة الحال كانت هناك مساعي داخل البرلمان لما كنا كنناقشوا القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات والجهات ومجلس العمال والأقاليم. حنا كنا كفريق وعبد ربي كشخص لما كنحضروا النقاشات كنا دائما غادي في الاتجاه كندافعوا على باش يكون اعتبار رئيس مجلس جماعة المهام ديالو تكون كتنافى مع العضوية في البرلمان، باش كي كان رئيس ديال جماعة يمشي قبلها، ما يضيفش مهمة أخرى، لأن كل حاجة عندها متطلبات وخصها مجهود إلى آخره. للأسف الشديد هذا المقترح ديالنا وهذا المطلب ديالنا ما تمتش الاستجابة ليه، ما كانش مناسب بالنسبة للعديد من المكونات ديال السياسية. عاود من بعد كان عندنا مجهود آخر، أنا شخصيا مع السيدان الوزيران اللي كانوا كيدافعوا على المشاريع ديال القوانين التنظيمية، كنا مشينا في الاتجاه كنطالبوا باش يعتبر رئيس مقاطعة، المهمة ديال رئيس مقاطعة تكون كتنافى مع النيابة ديال العمدة، باش ما يكونش جميع يعني المسؤوليات والمهام. للأسف الشديد عاود مرة أخرى ما تمش الاستجابة لهذا الطلب ديالنا. وعلى كل حال حتى على المستوى الحزبي لا أفشي سرين، أقول لكم بأنه كنا إلى آخر لحظة كنا كنحاولوا مع الإخوان في الأمانة العامة باش المسؤولين الحزبيين ديالنا خاصة الكاتب الجهوي والنائب ديالو إلى آخر اللحظات كنا كنرجحوا أننا ما ندخلوش الانتخابات أصلا من رأسها، الانتخابات الجماعية والجهوية أقصد. لكن للأسف الشديد عاود الرأي تاع الإخوان في يعني في الهيئة ديال التزكية على المستوى الحزبي يعني ما قبلوش هذه القاعدة العامة، بحكم أنه الحزب كيخصو يدخل ويشارك في الاستحقاقات الانتخابية بأحسن الطاقات اللي كيتوفر عليها، باش حتى إذا كانت هناك تحمل مسؤوليات وتدبير مجالس تكون يعني العنصر ديال أولا يعني الاستيعاب ديال المشروع ديال المنهجية ديال الحزب في العمل، مضاف إليه الكفاءات الشخصية ديال الأشخاص. فعلى كل حال النتيجة كانت أنني من بعد ما كنت كاتب جهوي منذ سنة 2012، انتخابات الجهوي الجماعية جات 2015، بطبيعة الحال يعني لقيت بأنه أنا وكيل لائحة، ما كانش شي واحد آخر ناحية القانونية يمكن له يتحمل رئاسة المقاطعة إلا وكيل اللائحة. وعود المنصب ديال النائب الأول ديال العمدة كان فرضات وحيتيات ومعطيات البشرية تتعلق بالفريق ديالنا. فإذا ولكن اللي مهم هاد التعدد ديال المهام، هذه مهام اللي بغيت تقول متلائمة فيما بينها ماشي متعارضة، وبالتالي يكمل بعضها البعض، الشيء اللي كيخلي ان الفاعل السياسي الفاعل الحزبي كيتحول تلقائيا الى فاعل سياسي وفاعل
تدبيري، ويعني والحضور في هذه المجالس واكتساب هذه القبعات بطبيعه الحال كيمكن الشخص المعني انه تكون عنده رؤيه اشمل، رؤيه من زوايا متعدده. فقط كيخص تكون القدره على التنسيق ديال الادوار، وتكون الملكه ديال التفويض، وتكون يعني يكون هذاك الحس المساحات الخضراء، اضافه الى الازمه الخانقه ديال النقل بصفه خاصه. ماذا تعتزمون القيام به كمجلس مدينه؟ وهنا يمكن لي نستنتج بانه كاين جوج المحاور الكبار. المحور الاول ديال المساحات الخضراء وهذا، والمحور الثاني ديال النقل والتنقل. في الموضوع ديال المساحات الخضراء يمكن لي نقول لك بانه ماشي كاين غياب المساحات الخضراء، ما كاينش كفايه. وإلا نقدر نقول لك بانه مثلا عندهم قطعات المعارف التي يبدو انها كلها عباره عن يعني عن بنايات اسمنتيه، كاين 24 هكتار ديال المساحات الخضراء. في هذا الاطار اليوم جماعه الدار البيضاء كترصد يعني اعتمادات مهمه جدا ديال اعاده تهيئه الحدائق المتواجده اللي كانت موجوده هذه المده وكانت مهمله والى اخره. مسدود في كاين اللي فيها مسدود، وكاين اللي كان فيها مسدود فعلا. اليوم كنحاولوا بالتنسيق مع المقاطعات باش هما يرسموا لنا شويه الاولويات، كنحاولوا نعاودوا الحياه، نرجعوا الحياه لديك الحدائق يعني المساحات الخضراء بصفه عامه. وفي هذا الاطار ممكن نقول لك بانه اليوم مدينه الدار البيضاء وقليل هي العواصم على مستوى والمدن عبر العالم اللي كتوفر على مثل هذه المساحه في مركز المدن ديالها. كيمكن تلقى مساحات خضراء في لي بيريفير في حد الضواحي، ولكن في المركز مثل هاد في المجال الحضاري طبعا. الحاجه الثالثه انه اليوم حنا كمكتب مسير تبنينا واحد المشروع اللي الشعار ديالو العنوان ديالو هو شجره لكل اسره بيضاويه. حيت اليوم كاين واحد المجهود احصائي من جهه، عندنا قاعدة ديال المعطيات ديال شحال هو عدد الأسر اللي ساكنة في مدينة الدار البيضاء، في المقابل مع المصالح ديال الإدارة الجماعية كنحددو شنو هو العدد ديال الأشجار اللي كاين في مدينة الدار البيضاء، وغادي هذاك الفريق باش نوصلو لهاد العتبة ديال شجرة لكل أسرة بيضاوية هو اللي غيحدد البرنامج ديال التدخل ديالنا المباشر خلال هاد السنوات اللي حنا منتدبين فيها. وحاجه اخرى من ناحيه لما تقول من ناحيه الايكولوجيه، النوعيه ديال الاشجار اللي غيتم الاختيار منها هو ان تكون قادره على بعث نسبه ديال الاكسجين التي تضاهي مساحات واسعه من الغازون. الى جانب هذا الجانب المساحات الخضراء، اليوم حنا غاديين في الاتجاه مثلا على مستوى النقل الجماعي، غاديين في الاتجاه ديال نتحولوا اكثر الى اعتماد نقل جماعي، نقل عمومي جماعي صديق للبيئه. وهذا كيتجسد في التمديد ديال الخطوط ديال التراموي. فبالاضافه للتحديث في النقطه السيد صمد، هل تعتبرون ان انشاء خطوط اخرى من التراموي سيكون حلا كفيلا للخروج من أزمة النقل؟ خلي أزمة النقل، أنا جاي لأزمة النقل، ولكن هو جزء منها. هو أزمة النقل حيت واحد الأزمة ما عمرك غتلقى لها حل وحيد يقابل أزمة كبيرة. فإذا لابد واحد الأزمة كيخصك دير لها مداخل متعددة باش يمكن لك تتحكم فيها. فإذا أنا تكلمت غير عن الجانب البيئي. الجانب البيئي إذا الاستثمارات الثقيلة اللي اعتمدت جماعه الدار البيضاء بالشراكه مع بطبيعه الحال المصالح المركزيه ديال الدوله، وهذا غادي في الاتجاه ديال تمديد الخطوط ديال التراموي باش انه اللي هو نقل صديق للبيئه. يعني ما فيش انبعاثات ديال سميتو، وهذا ضمنيا مما كنوفروا يعني نقل جماعي في واحد الجوده مرتفعه وكيوصل اهم يعني المناطق في المدينه. هذا كيخلي تلقائيا واحد العدد ديال الاسر انها تخلى عن النقل الشخصي ديالها، فعوض كل واحد فينا يبقى يستعمل السياره ديالو. هذا من جهه كيخفف الوطأه ديال الازدحام، وهذا وفي نفس الوقت كينقص يعني الانبعاثات الغازيه اللي هي ملوثه. فدائما في الشق البيئي اليوم جماعه الدار البيضاء مشات في الاتجاه ديال معالجة الإشكاليات البيئية المرتبطة بتدبير المطرح الجماعي. ثم عرفتوا بأنه سنة 2008 المجلس السابق سبق دار واحد الاتفاقية
شركة مفوض لها باش أنها تدبر دير التدبير ديال النفايات ديالنا في المطرح اللي كان في مديونة. شنو لقينا؟ لقينا بأنه في هذيك الاتفاقية الجماعة باش ملتزمة باش أنها كيخصها توفر واحد الوعاء عقاري يقارب 80 هكتار مقابل أنه هاد الشركة كتعتمد فقط تقنية ديال تشد هادوك النفايات وكدير التمر ديالها الدفن ديالها. الشيء اللي من جهة أولا كاين إشكالية ديال الوعاء العقاري. إحنا استطعنا الحمد لله منذ الأيام الأولى ديال تشكيل المكتب الحالي في الشهرين الأولى استطعنا باش أننا نوفروا 35 أكتر من 80 وما كانش سهلة. ثانيا قلنا اللهم إن هذا منكر، ما يمكنش مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة تبقى متخلفة على العواصم العالمية اللي ما بقاش كتتكلم على التدبير ديال النفايات ولات كتتكلم على التتمين ديالها، انه من خلال النفايات المنزلية ديالنا كيمكن نستخلصوا مواد في مقدمتها الطاقة الكهربائية. فخلال هذه السنة اللي مرات سنة ونصف بالإضافة إلى التتبع ديال الإشكاليات والمعالجة ديالها كنا في نفس الوقت خضنا حوار ماشي سهل مع الشركة المفوض لها اللي لقينا بأن الاتفاقية كتفرض علينا باش نبقاو فقط في الطريقة ديال التمر لمدة 16 عام إضافية. فمهم بعد حوار الحمد لله الذي أثمر نتيجة ديال واحد البروتوكول داكور واحد الاتفاق على باش يمكننا نتحولوا من هذه التقنية إلى التقنية ديال التثمين. ولذلك حنا غير البارح كانت عندنا الدورة ديال المجلس صدقنا باش أننا نطلق واحد الدراسة اللي تخلينا نتعرفوا على شنو هي السيناريوهات، أحسن سيناريو يمكننا نعتمدوه باش نتحولوا من التقنية ديال التمر والنفايات إلى التقنية ديال التثمين ديالها. وهذا بطبيعة الحال غتنضطر معاه واحد العدد ديال الإشكاليات البيئية المرتبطة بوجود هذا المطرح وبالطريقة باش كندبروه حاليا. فإذا اللي مهم يمكن لي أن نستطرد طويلا باش نعطيك بأنه هذا البعد البيئي بعد يعني في صلب الاهتمامات ديالنا ونحن ندبر الشؤون ديال مدينة الدار البيضاء. في القطب الآخر المتعلق بالنقل، طبيعة الحال المعضلة ديال النقل في المدينة ديال الدار البيضاء معضلة حقيقية، لذلك احنا عندنا مداخل متعددة للمقاربة ديالها. الموضوع الأول هو أنا شرط له اللي باش كنزيدو نمدو الخطوط ديال الترامواي اللي هو واحد النقل أولا بجودة مرتفعة، من الناحية الأمنية فيه أمن أكبر لأنه كاين لي كاميرا كاين لي زاجو سيكوريتي إلى آخره. الحاجة الثالثة وهو أن عنده واحد السرعة تجارية بحيث أنت إذا ركبتي من واحد المحطة في واحد الوقت كتعرف بالضبط شحال ديال الدقائق اللي يمكن لك تستغرق باش توصل للوجهة ديالك. الحاجة إذا بالإضافة للترامواي حنا خدامين اليوم انتم عارفين بانه العقدة اللي كاينة مع الشركة ديال نقل المدينة مدينة بيش انها غادة تنتهي في 2019. فاليوم كنحاولوا مع الشركة هذه مدينة بيش اننا نعالجوا بعض الاشكالات اللي ممكن المعالجة ديالها، ولكن في نفس الوقت اليوم تم انتداب شركة كازا ترونسبور باش تدير البلورة ديال واحد دفتر تحملات باش ندير واحد الصفقة على المستوى الدولي باش نحدو شكون هو الفاعل اللي غيدبر هذا المرفق ابتداء من سنة 2019 على أساس أنه عندنا واحد الرؤية لهذا الموضوع. كيخصنا النقل الجماعي في المدينة يكون متكامل، تكون واحد الانتيروبيرابيليتي ما بين الترامواي وما بين ما بين ما بين ما بين يعني الطوبيس، بحيث اليوم بالنسبة للطوبيس اليوم أولا قررنا بأنه غادي نديرو ممرات خاصة للحافلات باش تولي الطوبيس كوسيلة نقل جماعية تضاهي الترامواي. كيف ما المواطن اللي غيمشي في الترامواي يعرف بأنه إلا ركب في واحد الوقت شحال خصو الوقت باش يوصل للوجهة ديالو، غنحاولوا باش أنه تكون لو ميم كونسيبت يعني نفس العملية تكون كتنطبق أيضا حتى على الطوبيس. الحاجة الثانية المواطن يولي بنفس التذكرة يمكن له يركب في الترامواي ويكمل في الطوبيس أو العكس. أكثر من هذا الشيء أنه كاين في البرنامج أنه غيتم إحداث واحد العدد ديال لي باركينغ بحيث أنت كمواطن باش نخليوك
السلوك ديالك يتغير، ما تبقاش تهز الطوموبيل ديالك، دونك غتولي الا هزيتيها الا خديتي الطوموبيل ديالك تهزها من الدار عندك تمشي لاقرب محطه حدا الباركينغ بنفس التذكره، كتدخل داك الباركينغ وتركب في الترامواي وتكمل في الطوبيس. وهذا غادي من جهه غادي يوفر واحد العرض على الصندوق الجماعي المهم، وغادي يعالج اشكاليات اخرى ديال الازدحام ديال التلوث ديال. بالاضافه لهذا الشيء اليوم كاين مجهود كبير وقوي كيتعلق ب يعني باعاده تهيئه الطرقات في مدينه الدار البيضاء والتوسعه ديال الشوارع، بحيث كاين يعني كاين مجهود مالي كبير. نقدر نقول لك على الاقل خلال هاد الثلاث سنوات المقبله غادي يكون على الاقل غتساهم المقاطعات مساهمه المقاطعات، خلي شنو غادير كازا ميناجمون، شنو غادير كازا ترونسبور الى اخره، على الاقل واحد ازيد من 400 مليون ديال الدرهم فقط غادي يكون متعلق بس. يعني كل مقاطعه ملزمه باش تؤدي هاد لا هذا غلاف اجمالي، يعني 6 مليون ديال الدرهم على مدى 3 سنوات المقبله انها تكون تقريبا 40 مليار، هذيك 40 مليار اساسي. هذا فقط مجهود ديال المقاطعات، خلي المساهمه ديال الشركات الخاصه ديال كازا ميناجمون الى اخره، غيكون احداث واحد العدد ديال الانفاق لي سوتيران، بحيث غادي نحاول باش ما امكن يعني تنفس مدينه الدار البيضاء وتنقص من هذاك الازدحام وتعالج الاشكال المرتبطه. طيب الساعه صمد، غادي يمكن نحبسوا الملف ديال تدبيركم الشان العام ونرجعوا على الحزب. الساعه صمد، الحزب ديال العداله والتنميه يمر من ازمه، ان صح التعبير ازمه خانه، كيمرش من ازمه، كيمر من ظرفيه صعبه ماشي من ازمه، حيت لو كان حزب لو كانت ازمه لو كان الهيئات ديال الحزب توقفه لو كان المسؤولين، ولكن لاحظنا واحد تصريحات كلاميه وكان كان 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 واحد الحزب مر من واحد الازمه، كان واحد التشاحن ما بين اعضاء الحزب، لاحظنا تدوينات، بماذا تعلقون على هذا؟ لا شوف، اليوم حزب عداله والتنميه في واحد المكانه، اولا ما بقاش ملك ديال راسو ولكن المغاربه، وهذا بطبيعة الحال ما عندي لاش نستدل عليه كثير. ونقدر نقول لك بان حزب العداله والتنميه اليوم عنده واحد المسؤوليه وطنيه تاريخيه مرتبطه بتقول بمواصله البناء الديمقراطي، بتقول بالمحافظه على الامال التي جاءت على اثر الربيع العربي والديناميه 20 فبراير، مرتبطه بتجسيد التأويل الديمقراطي للدستور ديال 2011، واحد العدد ديال الامور من هذه المساله حنا واعيين بها كاملين كحزب. الحاجه الثانيه، حزب عداله والتنميه تاريخيا ما عمر كان حزب نمطي، داكشي اللي كيقولوا الامين العام خص كافه الاعضاء يقولوا، والدليل هو انه دائما انتم كتلاحظوا عبر سنوات العمر كله ديال حزب العداله والتنميه، ودائما كانت القرارات تاع الامن العام كتكون ولا التصريحات تاع الامين العام كتكون ومعها الى جانبها تصريحات يمكن تكون احيانا متناقضه. ونقدر نقول لك بانه لما صدر البلاغ تاع الديوان الملكي اللي تكلم عن الاعفاء ديال السيد الامين العام السيد إلهام كيران، مباشرة بعد واحد يومين أو ثلاثة أيام انعقد المجلس الوطني للحزب. نقدر نقول لك بأنه هذا المجلس الوطني للحزب اللي استغرقنا فيه تقريبا 13 ساعة ديال النقاش، لأنه كان صعيب هذاك طبعا لا غير باش نقول لك 13 ساعة ديال النقاش، خصك تصور معايا بأنه جميع الآراء المتباينة تم طرحها في النهاية. خلاصة تاع المجلس الوطني صادقنا كلنا بالإجماع. هذا شنو كيعني؟ كيعني بأنه الحوار داخل حزب العداله والتنميه حوار مفتوح بدون قيود، ولكن نتيجة ذاك الحوار هو أن الهيئات والمؤسسات داخل الحزب اللي كتكون مخولة عندما تتخذ القرارات تتخذها بكل مسؤولية. ولذلك حنا أبدعنا واحد القاعدة كنا فقط نرددها في مجامعنا، و
ولكن في 2012 او 2008 ولات موثقه في النظام الاساسي ديال الحزب. وغادي تلقاها اذا رجعتي، يعني هي الراي حر والقرار ملزم. لذلك اليوم كاين هذا الشيء اللي كيمر منه الحزب ماشي سهل، صعيب، يعني صعيب لانه كان واحد المسار ماشي شخصي، حيت بن كيران ما بقاش رئيس حكومه ولا العكس، ولكن اضطر الحزب. لا، حيت الحزب شنو كيدير السياسه، وشنو هي السياسه هي فين ممكن دونك ما يمكنلكش دائما كتمارس السياسه بالشروط اللي بغيتي انت وبالظروف والمعطيات اللي كتناسبك، يعني على حسب الظرفيه. طبعا الفاعل السياسي الايجابي والفعال والذكي هو اللي كيقدر انه ياخذ المعطيات ديال الظرفيه السياسيه ويخرج منها، الا ما كانش رابح خرج منها باقل الخسائر. طيب لذلك حزب عدل الدنيا كيمر من مرحله صعبه ما يمكنليش ننكر، ولكن ماشي ازمه. هل تم تحديد تاريخ المؤتمر الوطني؟ لا، مازال لانه انتم عرفتوا بانه التشكيل ديال اللجنه التحضيريه كان تقريبا حتى الاواسط ديال فبراير، حتى الاواخر فبراير، وبطبيعه الحال نتيجه هذه التطورات السياسيه اللي كانت الامانه العامه كلها منشغله بها. لذلك حتى التاريخ ديال المؤتمر مازال ما تحددش شيء. فعلى كل حال حنا عندنا بناء على القرار ديال المؤتمر الاستثنائي اللي عملناه في الصيف اللي فات، انه كان التمديد ديال باش ما يدارش المؤتمر العادي الا بعد سنه، يعني فهو غادي يدار خلال يعني سنه 2017، يعني قبل متمها. طيب عصام، اخر سؤال فبغيت يكون الجواب دقيق. ما هي المسافه التي تفصلكم كحزب عن الحكومه؟ هل سوف تدعمونها كل الدعم طبعا، ام ستتخذون مسافه؟ لا يعني بعد شكون اللي كيقود هذه الحكومه؟ سي سعد العثماني. ماشي سعد العثماني، حزب العداله الدنيا. يعني دابا واش نعارضوا الحكومه حنا كنقودوها؟ ها كيفاش؟ لا يعني ولكن ظهر على هذا الشيء في التصريحات ديال بعد. دابا شوف تويدي على التصريحات ديال الهيئات المسؤوله الاشخاص سي الازامي شنو قال؟ في جلسه من الجلسات قال بلي ان الحزب فينا جلسه من الجلسات في اخر جلسه. لا واش تابعتي انت الكلمه ديالنا؟ حيت كاين بعض التصريحات خاصها تتخذ في وقتها. الموقف اللي خصك تبني عليه هو الموقف اللي عبرنا عليه نهار كنا كنناقشوا البرنامج الحكومي اللي كانت فرصه باش نديروا التنصيب ديال الحكومه، واش نمنحوها الثقه ولا ما نمنحوهاش؟ رجع للعبارات اللي كانت تما باننا غادي نساندوا هذه الحكومه مسانده واضحه ومسانده تامه. بطبيعه الحال المسانده بحال اللي كنا كنديروها دائما، حتى في العهد ديال السي عبد الاله بكيران كنا دائما كحزب كفريق اللي هو امتداد ديال هذا الحزب كنمارسوا الادوار ديالنا بكل حريه وكل مسؤوليه. لذلك تصدينا الى قرارات والى مشاريع قوانين كبيره وكثيره في العهد ديال حكومه السي عبد الاله. طيب فاذا الامثله كثيره في هذا الموضوع، مثلا الموضوع ديال حق البرلمان، حق البرلمانيين في تقديم مقترحات قوانين تنظيميه، وقع خلاف كبير بيننا كفريق ديال العداله الدوليه ما بين الحكومه وخاصه الوزير اللي كان مكلف بالعلاقات مع البرلمان ساعتها الاستاذ الشوبان، وكنا الفريق الوحيد اللي خدينا مداخله كانت قاسيه في حق الحكومه في حق الوزير والفرق الاخرى بما في ذلك فرق المعارضه. الوقت اللي جاهم الدور باش يتدخلوا قالوا حنا كنكتفي بالمداخله ديال العداله الدوليه. شكون اللي نزل اللي حيد الخلاف؟ كان تحكيم ملكي. فلذلك اليوم ما كنديروش حنا المسانده العمياء، حيت الرئيس ديال الحكومه من العداله والتنميه دونك داك الشيء اللي جا غنبلعو هكاك. لا فهمتي؟ لا ماشي صحيح. طيب جوابكم واحد واضح واضح. سي عبد الصمد نشكرك على جل هاد التوضيحات اللي قدمتي للمستمعين، نتمنى نكونوا جاوبنا على بزاف التساؤلات. وبهذا نكون قد أنهينا حلقتنا من ضيف المعهد. إلى حلقة بلا إلى اللقاء. شكرا.